بتشتغل لك الماشين اللي بتشتغل على الهامسترينج المنطقه الخلفيه من الاجر. شوف كيف بدنا نعمل ادجستمنت تبعها نكون قاعدين من سيف واي، ما نكون عم ناذي حالنا لا اللور باك ولا النيس تبعنا، نكون عم نشتغل مزبوط على العضله. اهم شيء نشوف السيت تبعنا، نجرب نرجع شوي لورا، اخذ عقياسي انا نكون قاعد عليها مرتاح. في عندي سبيس تقريبا من هون انجا 5 سنتيمتر بين ذا سيت واجري من ورا. بدي اجرب حط اجري من قدام، بدهم يجوا فوق الانكل. في عندنا اكيد هيدي السبورت اللي بتخلي اجرينا ما يتحركوا كثير، لكون لانه رح يكون عم يشتغل فلكشن لتحت ما كثير ضيقه. بحط هادي الويت مثل ما قلنا ما كثير ثقيل لانه عم نعمل تستنج هلا بس از ورم اب للمسل. بدي اكون عم شدها لتحت برجع طلعها لفوق. ما ننسى اهميه كيف قاعد على السيت، ظهري ستريت لورا شادد معدتي، ظهر جالس. في حط كون حاطط ايدي هون عم بشتغل ماني تايمز او حسب الريبيتيشن اللي انا عندي اياهم بالورك اوت تبعي او البروجرام. اوكي